سلام في حفلة ثقيف ومصدر الحكمة الثقيف قبايل النفخر بها ولها الفخر بفعولها المعركة تبغى لها فارس شجيع وحد سيف فوق المعارك ما يحمس الخيل غار حمولها يا مرحبا وعتيبة الهيلة على المجد النظيفة أقولها وهل التواريخ العظام تقولها المعركة يبغى لها رجال مع جنبه ضعيفة الله عطال هيبته ويقولها ويطولها الليل توه واسمع حنية ترى المسرى كليف ترى الرجال أهل العقول اللي تحكم عقولها تبغى الصراحة ما طلع مثلك شبيه ولا وصيف لكن فيها أهداف لا حولك ولا أنت بحولها ما تسقط أوراق الشجر غير في فصل الخريف ولينتهى فصل الشتاء يرجع لها مفعولها آخر طموح الجندي الأول يصل رتبة عريفة والمعركة ما شاف قاتلها ولا مقتولها في نجد ملها بني حمس الطير وانتم في المصيف الله رزقكم بالمزون اللي تصب ثعولها غير مديل الموتر اللي ما يطمرك الرصيف غمرته ما غارد وبك عرضها في طولها على نواه
ياكم دياركم غبرة والطف يا لطيفة، أما ديارنا خير وأهل الشر ما هم حولها. في شيعة الأحسام ذاهب ما تناسب للقطيفة، ومعمم الشيعة في معبدها يدق طبولها. أما النوايا ما بها شك ولا شيء مخيف، في كل ديرة ما يعرف الأرض غير نزولها. حنا على السنة مع التباع والهدي الشريف، ما راح خلف معمم الأطياف غير خبولها. عز الله إني من غبار الخبت وأصحابه معيفة، ديرهنا كبها الله وجاهلها مثل مجهولة. مسلمتم إلا معطوي للعمر بالسيف الرهيف، عبد العزيز اللي صلاة الفجر فك عقولها.